نروح للكابتن الكبير كابتن محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي انبي. سالوه عن القصة بتاعت احمد عيد دي تحديدا. يا كابتن محمد منور الدنيا حبيبي. يا كريم محترم، اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير والله الحمد لله. حبيبي نهاية لله. موسم نهاية سعيدة جدا يعني بالنسبة لنادي انبي اعتقد. والله يعني الحمد لله، يعني ربنا كرمنا بصراحة، نهاية مميزة، يبقى لنا كتير ما عملناش النهاية دي يا كريم. والله صح صح، انبي بتاع زمان يعني، او ريحه او ريحه انبي بتاع زمان عشان ابقى دقيق. هنقول هنقول البدايه بتاعت ريحه زمان جايه ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله يعني. صحيح. طيب كابتن محمد، ايه حكايه احمد عيد بقى؟ يعني احمد عيد مكمل مع انبي، هيرجع الزمالك، هتفعلوا البند الشراء، ايه الوضع؟ انا اوريدي يا كابتن كريم، انا بعت جواب لنادي الزمالك ان انا عشان افعل البند الشراء اللي هو في العقد، اللي هو المفروض نادي الزمالك واحمد عيد يعني ماضيين بالموافقه و التوثيق العقد اللي احنا موثقينه في الاتحاد يعني. يعني مفيش اي قصه؟ يعني الزمالك بيقول ان هو هياخد اللاعب تاني، وان اللاعب لازم يوافق على البقاء في انبي او الرحيل عن انبي. يعني انا عايز افهم اكتر يا كابتن محمد، الوضع فين دلوقتي؟ بص يا كابتن، هو دلوقتي انا من بدايه التعاقد وانا باخد احمد عيد اعاره، انا في بند اللي هو اعاره بنيه البيع محددين 3 مليون، وان اما مكتوب كده نصا بعد يعني انا لما افعل البند ده بدون ممانعه من نادي الزمالك، ونادي الزمالك ماضي وخاتم، وبدون ممانعه من اللاعب، واللاعب ماضي وخاتم وواصل يعني، فانا طبيعي ان انا هبعت ال 3 مليون لنادي الزمالك. احمد عيد يبقى المفروض لاعب عندي. طب هنقول احمد عيد مش عايز يمضي. ايوه دي نقطه مهمه. ايه رايك في السؤال؟ حلو السؤال. انا كنت لسه جاي لك فيه، بس النقطه مهمه، انا سايب حضرتك تستاذ، بس هي نقطه، هي دي بقى الحكايه كلها، ان الحكايه عند احمد عيد نفسه. لا ليه؟ لان كده احمد عيد ممكن يتعرض ان هو مش هيتقيد في نادي. يعني هو حتى لو ما رضيش يمضي لي عقد، اللي هو بيقول اللي لازم موافقه اللاعب، اللاعب اوريدي موافق بدليل انه خاتم ماضي وباصم. لا ده العقد الاولاني، انه لو احنا حبينا نفعل العقد فهيبقى بموافقه اللاعب وموافقه نادي الزمالك. لا مفيش اللاعب، مفيش حاجه اسمها بموافقه اللاعب. الشرط مكتوب زي ما بقول لك كده يا كريم. اتفضل. اللي هو ام بي يرتع من حقه ان هو يحتفظ باللاعب نهائي بدون ممانعه من نادي الزمالك ولا اللاعب، والاثنين النادي الزمالك واللاعب ماضيين على ده. طب هنقول احمد عيد مش هيرضى يمضي التعاقد اللي هو هيده في الاتحاد. بس انا لما فعل العقد ما اعتقدش ان هو نادي الزمالك هيعرف يقيده، لانه ساعتها ده عقد موثق. فيبقى اللاعب نفسه عنده مشكله. طبعا عنده مشكله. وهم مش واخدين بالهم من الحته دي في الحقيقه يعني، ويعني مش عارف يعني. هو في الحقيقه المفروض الموضوع ما كانش يكبر كده. لان المفروض خلاص اللي انا ما هفعل العقد ده احمد عيد يبقى لاعب نادي انبي يعني. طب قعدت مع احمد عيد، اتكلمت مع احمد عيد، قال لك انه انا اتكلمت طبعا مع احمد عيد. احمد عيد عشان تبقى عارف برضه كريم، هو دماغه كلها رايح ان هو عايز يحترف اصلا يعني. اصلا هو عايز يحترف، واحنا قلنا له احنا نادي انبي اعتقد ان الانديه الاكثر الانديه في مصر بتساعد اللعيبه ان هي تحترف يعني. يعني كابتن طبعا يا كابتن محمد، هل احمد عيد طلب منك مثلا ما تسيبوني ارجع الزمالك، ولا قال لك لا انا عايز اكمل مع انبي؟ لا في الحقيقه هو طول الوقت بيتناقش معايا ان هو ما عندوش مشكله ان هو يكمل مع انبي، بس طول الوقت على فكره. وانا كنت متابعه حتى وهو في المغرب يعني يعني انا متابعه، فواضح ان برضه ممكن اكيد يعني بيحصل شويه تدخلات وكده، بس خلينا نشوف الفتره اللي جايه الدنيا تمشي ازاي. هل حصل يعني بينكم تواصل مع نادي الزمالك باي نوع من انواع التواصل يعني؟ لا كنادي الزمالك لا ما حصلش. احنا كل الاتصال اللي انا عملته اللي انا بعت الجواب الروتيني اللي في الحالات دي بيتبعت، اللي هو انا بخطط نادي الزمالك ان انا افعل بند الشغل. تمام. والتفعيل ده المفروض تعملوه امتى يا كابتن محمد؟ انا معايا وقت يعني، انا خلال الفتره اللي جايه دي معايا وقت يعني ادفع، لان مفيش مش محدد مش مربوط بالمده. هو طبعا بينتهي لما الموسم ينتهي، انت من حقك بقى في التوقيت ده اللي هو بين بدايه الموسم الجديد ان انت تبعت تفعل العقد يعني. صحيح. او البند. صحيح. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.